العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله عن صحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، وقد وصلنا إلى قول الناظم أو المصنف فين؟ عند قول الشيخ الباجوري ووصف المصنف البلالة بالوضعية صريح كأن هذه الأنواع الثلاثة وضعية. قبل قوله دلالة اللفظ؟ نعم، دلالة اللفظ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه معلوم شيخنا في الدارين أمين. ووصف المصنف الدلالة بالوضعية صريح في أن هذه الأنواع الثلاثة وضعية، وهو محل وفاق في المطابقية. وأما في التضمنية والالتزامية فهو على الأصح المنقول، فهو على الأصح المنقول عن أكثر المناطق كما قاله الغريمي وغيره. يعني هذا الوصف هو وصف العلامة الأخضري في النظم هذه الثلاثة، لأنها إيه؟ وصف الدلالة الوضعية صريح في أن هذه الأنواع الثلاثة وضعية، لأنه ترجم لها بعنوان إيه؟ أنواع الدلالة الوضعية. يعني كل قسم أو كل نوع من هذه الثلاثة فدلالته دلالة وضعية. فإذا المطابقية دلالة إيه؟ وضعية. والتضمنية دلالة إيه؟ وضعية. والالتزامية دلالة وضعية. خلاص كده الثلاثة كلهم إيه؟ وضعية. وهذا على الأصح، يعني بنى هذا الكلام على الأصح، وكلمة أصح يقابلها صحيح. يعني هذا الوصف عن أكثر المناطق كما قاله الغنيمي وغيره، ولكن وراء ذلك الوصف قولان. أحدهما أنهما يرجع إلى هنا أنهما التضمنية والالتزامية، أي التضمنية، لأنه قلنا هذا محل وفاق في المطابقية. إذا أنهما راجع على التضمنية والالتزامية قولان. أحدهما أنهما، أي التضمنية والالتزامية، عقليتان وليست إيه؟ وضعيتين. القول الثاني أن وراء ذلك، يعني وراء القول الأصح، قولان صحيحان أيضا. القول الأول أنهما عقليتان، فقط انحصرت الدلالة الوضعية في إيه؟ في واحدة فقط، وهي المطابقية. والقول الثاني أن التضمنية وضعية والالتزامية عقلية. إذن يصبح القول الثاني فيه اثنان نوعان وضعيان، وواحد عقلي، وهذه إحدى الطريقتين في ذلك. والأخرى أن المطابقية وضعية اتفاقا كالأولى، والالتزامية عقلية بلا خلاف. وأما الخلاف فيدور حول التضمنية، هل هي دلالة وضعية، يعني هل دلالتها وضعية أو عقلية. ملخصا من شرح الشيخ الملوي مع زيادة. يبقى إذن محل الوفاق في الدلالة المطابقية، والأصح أن الثلاثة أي المطابقية وال التزامية والتضمنية كل دلالة وضعية. ولا يمنع ذلك أن تكون الدلالة التضمنية عقلية. ليه؟ لأن التضمنية معناها مندرجة في اندراج الجزء في الكل، وهذه دلالة عقلية، لأنه إذا فهم الكل يفهم منه الجزء أيضا. فلا مانع أن تكون عقلية ووضعية. أما الدلالة الالتزامية فهي عقلية على الإيه؟ لأنه
على الخلاف بين هل يشترط اللازم البين بالمعنى الأعم أو اللازم البين بالمعنى الإيه؟ بالمعنى الأخص كما سيأتي تفصيله. إذا خلينا على الإيه؟ على الأصح أن هذه الأنواع الثلاثة دلالتها دلالة إيه؟ وضعية. إما مطابقية أو تضمنية أو التزامية. واضح؟ يلا. قوله دلالة النقد أي وضعية كما علم مما مر، وقوله على ما وافقه. وجميع الدلالات سواء كانت مطابقية أو التزامية أو طبيعية كلها إيه؟ أيضا تفهم إيه؟ عقلا، تفهم بالعقل. ولكن الدلالة الوضعية كأنه زاد على مجرد العقل الوضع، وفي التضمنية زاد أيضا الوضع، لأن كل الدلالات مهما كانت أنواعها فهي لا تفهم إلا بالعقل، ولكن أفردت الدلالة العقلية وحدها لأنها تفهم بالعقل المجرد، كما يقال في الحكم الشرعي والحكم العادي والحكم العقلي، لأن الحكم الشرعي والعادي كلاهما يستند، هذا مستند إلى الشرع وهذا مستند إلى الإيه؟ إلى العادة. أما الحكم العقلي رغم أنه منسوب إلى العقل لكن لا ليس يقال إيه؟ ليس مستندا بالكلية، لأنه يفهم بمجرد العقل وحده دون استناد إلى شيء خارجي، لأن الحكم العقلي يعني معناه هو إيه؟ العقل نفسه ما حكم به العقل دون استناد إلى شرع أو إلى إيه؟ إلى تجربة. فإن استند مع الفهم الدلالة العقلية إلى شرع فهو إيه؟ لأن إذا قلنا الصلاة واجبة هذا حكم شرعي، ولكن فهم الوجوب ونسبته إلى الصلاة والحكم هكذا هو ربط عقلي أيضا، ولكن لأن المستند الذي حكم بالوجوب على أساسه هو الشرع ليس هو الإيه؟ فالشرع أيضا لا يفهم إلا إيه؟ إلا بالعقل، والتجربة دي والإلف والعادة والتكرر برضو أيضا ربط عقلي بين التكرار والملاحظة في أمر عقلي، ولكنه لما استند إلى شيء خارجي سمي حكم عادي. واضح؟ نعم. قوله دلالة النقد أي وضعية كما علم مما مر، وقوله على ما وافقه أي على معنى أو الذي وافق ذلك النقد. دلالة اللفظ على ما وافقه يعني على إيه؟ على المعنى الذي وافق ما وضع له اللفظ، لأنه مش ممكن يكون على لفظ آخر، يعني اللفظ بيدل على إيه؟ على معنى، هذا المعنى وضع له هذا اللفظ، فإذا ذكر هذا اللفظ فهم منه المعنى الموضوع له، أو معنى إيه؟ دلالة اللفظ على ما وافقه أي على المعنى الذي وافق ما وضع له اللفظ من حيث إنه وضع له. واضح؟ والوضع في اللغة العربية يشمل الحقيقة ويشمل المجاز، يعني سواء كان هذا الوضع وضع حقيقي أو وضع مجازي، لكن المجاز يحتاج إلى إيه؟ إلى قرينة. فمثلا دلالة لفظ الأربعة على ضعف الإيه؟ الاثنين، ودلالة لفظ الإنسان على الحيوان الناطق دي في المعنى الإيه؟ المعنى الحقيقي. دلالة لفظ الأسد على الرجل الشجاع عند القرينة بناء على أن المجاز موضوع أيضا كما مر. يبقى إذن الوضع عندهم تعيين أمر للدلالة على أمر بنفسه أو بقرينة فيدخل المشترك أيضا، كقولنا عين، فهذا يدل على إيه؟ على المعنى الحقيقي ويدل على المعنى المجازي، ولكن يحتاج في دلالته على المعنى المجازي إلى إيه؟ إلى قرينة. فالقرينة التي نقول عليها اللي تعين
المعنى المجازي ليست لتحصيل الدلالة بل لدفع ما عرض لها من الإيهام بسبب تزاحم الأوضاع. يعني كأنه لفظ أسد وضع لأكثر من معنى، أو لفظ عين فإنه من المشترك. عين ده مشترك لفظي ولا مشترك معنوي؟ لأنه يصدق على أكثر من إيه؟ من شيء موضوع، من معنى موضوع. فإذا كلمة القرينة دي ليست للدلالة ولكن لتعيين واحد من إيه؟ من الأوضاع الكثيرة أو مما وضع له. فالقرينة عينت أحد إيه؟ ما وضع له اللفظ، لأنه قد يكون وضع لأكثر من معنى كما هو شأن الألفاظ المشتركة. وقوله على ما وافق أي على معنى أو الذي وافق ذلك اللفظ، فما نكرة موصوفة أو معرفة موصولة. والضمير نكرة، نكرة موصوفة بمعناه شيء شيء. الضمير المستتر في وافقة راجع لما، والبارز للفظ. يعني عندنا ضميران، ضمير مستتر وضمير بارز. البارز الموجود اللي هو ما وافقه، الهاء دي اللي في كلمة وافقة ترجع على ايه؟ ترجع على اللفظ، على اللفظ. لو الضمير المستتر يرجع على ايه؟ ما، على ما اللي هو شيء، للنكرة الموصوفة. والعكس وإن كان صحيحا باعتبار المعنى، لأن كل منهما موافق لصاحبه يلزم عليه جريان الصفة أو الصلة على غير ما هي له مع عدم الإبراز، وهو ممنوع اتفاقا، وهو ممنوع اتفاقا عند خوف اللبس. يعني كما إذا كان هناك لبس يجب إيه؟ إبراز الضمير ولا يجوز إيه؟ استتاره عند اللبس. أما عند أمن اللبس فلا إيه؟ داعي. فهنا لما كنا نجيب المثال على هذه الطريقة، دلالة اللفظ على ما وافقه، يبقى عندنا ضميران مستتر وضمير إيه؟ وضمير بارز. فهنا ما فيش لبس، إنما لو عكسنا يحدث إيه؟ اللبس. وكذا عند أمن اللبس على ما قاله البصريون خلافا للكوفيين، ولا فرق في ذلك بين الوصف والفعل. وأما ما قيل من أن الخلاف بين ما وافقه ده وصف، يعني على الذي وافق وصف. وأما ما قيل من أن الخلاف إذا كان المتحمل للضمير وصفا بخلاف الفعل فإن ذلك فيه جائز اتفاقا، فإن ذلك فيه جائز اتفاقا من البصريين والكوفيين، فهو مردود بنقل غير واحد كالسيوطي رحمه الله في همع الهوامع، بنقل غير واحد كالسيوطي في همع الهوامع الخلاف بين الفريقين في الفعل أيضا. وظاهر ما تقدم يعني الخلاف ده كما جرى في الوصف يجري في الايه؟ في الفعل. وظاهر ما تقدم في الموصف، وظاهر ما تقدم إجراء، نعم، إجراء الموافقة بين المدلول واللفظ. ويؤخذ من كلام ابن يعقوب رحمه الله الموافقة بين المدلول، المدلول اللي هو الايه؟ في دال وفي مدلول. نعم. الدال اللي هو الايه؟ اللفظ. اللفظ. والمدلول هو المعنى. المعنى. نعم. ويؤخذ من كلام ابن يعقوب إجراؤها بين المدلول والموضوع له، حيث قال: أي وافق وضع اللفظ. أي يعني عاوز يحتاج تقدير، يعني على ما وافقه، أي ما وافق اللفظ الموضوع له أو وضع هذا اللفظ لدلالته أو ليدل على هذا المعنى. ومعنى موافقة المدلول للموضوع له أنه ليس خارجا ولا ناقصا عنه، فإن قيل إنهما متحدان لا متغيران حتى يصح ذلك. يعني ليس خارجا، خارج الدرجة الالتزامير، ولا ناقصا التضمني، يعني معناه ايه؟ يوافقه، يعني يساويه. لا هو خارج، لو انه يدل على معنى اخر خارج فتكون دلالة التزامية،
ولو دل على جزء المعنى هو المعبر عنه ولا ناقصا فتكون تضمني. فإن قيل إنهما متحدان لا متغيران حتى يصح ذلك أجيب بأنهما وإن اتحدا ذاتا تغير اعتبارا، إذ الحيوان الناطق باعتبار كونه موضوعا له غيره باعتبار كونه مدلولا. يعني هنا عندنا فرق بين الموضوع وبين الايه المدلول من ناحية الاعتبار، يعني باعتبار كونه موضوعا له غيره باعتبار كونه مدلولا، يبقى هناك ايه اعتباران مش اعتبار واحد. ولم يذكر المصنف رحمه الله قيد التمام كما ذكره جماعة لعدم الاحتياج إليه مع ما فيه من إيهام اشتراط التركيب في دلالة مطابقة، وليس كذلك، بل قد يكون المدلول فيها غير مركب كالجوهر الفرد وكواجب الوجود. يعني هنا ولم يذكر المصنف قيد التمام كما ذكره جماعة. ما هو قيد التمام؟ تمام موضع. لم يذكر هذا القيد اللي هو إيه؟ أنه يكون يدل على تمام المعنى لا على خارج ولا على إيه جزء، هذا هو إيه تمام. فالتمام هنا قيد حتى تسمى دلالة المطابقة، يعني المفروض يقول دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، هي التي يدعونها دلالة الإيه المطابقة. فلم يذكر هذا القيد، واضح؟ كما ذكره جماعة لعدم الاحتياج إليه مع ما فيه من إيهام اشتراط التركيب في دلالة المطابقة، وليس كذلك، يعني لا يشترط الايه التركيب، بل قد يكون المدلول فيها غير مركب كالجوهر الايه الفرد كالجوهر الفرد وكواجب الوجود سبحانه وتعالى. موضوع المدلول ايه الفرق بينه؟ الموضوع ده وضع اللفظ، انما المدلول اللي هو المعنى اللي هو يدل عليه. الموضوع نفسه الدال، عندك دال ومدلول، الدال اللي هو اللفظ اللي هو الموضوع ده اللي هو الدال ده، فله اعتبارين، باعتبار انه دال يبقى ايه؟ باعتبار انه يدل يبقى هو ايه؟ لفظ، وباعتبار انه في معنى يبقى مدلول. وليس كذلك، بل قد يكون المدلول فيها غير مركب كالجوهر الفرد وكواجب الوجود سبحانه وتعالى. يعني ده هنا بيان مهم، هنا بيقول لك لم يذكره المصنف لقيد التمام كما ذكره جماعة لعدم الاحتياج إليه، مش محتاجين إليه، لأنه حتى لو أضفناه هيكون في إيهام اشتراط التركيب في دلالة الإيه المطابقة، نحن قلنا على تمام، فمعنى كلمة تمام يعني في ايه؟ تركيب، في تركيب، يعني في شيء يتم بشيء اخر، وليس كذلك، بل قد يكون المدلول غير مركب والدال مركب. فهمت كده؟ يعني في لفظين، وما دامت في لفظين المفروض يدلوا على ايه؟ على معنيين او على معنى مركب، ولكنه قد يكون اللفظ مركبا ولكن لا يدل ايه؟ على ايه؟ على مركب، كالجوهر الفرد. شوف كده، الجوهر الفرد هم لفظين، جوهر وايه وفرد، وواجب الوجود يدل على ايه؟ على مركب؟ لا، على واحد. ولهذا لم تكن دلالة المطابقة مستلزمة لدلالة التضمن، كما انها ليست مستلزمة لدلالة الالتزام. يعني دلالة المطابقة لا تستلزمها دلالة التضمن، خلاص كده؟ ويا تاني، ولا تستلزم دلالة الالتزام، خلافا طبعا للفخر الايه الرازي. يبقى اذا دلالة المطابقة لا تستلزم دلالة التضمن ولا دلالة ايه الالتزام، لكن دلالة التضمنية تستلزم ايه دلالة المطابقة وتستلزم ايه الدلالة الالتزامية، يعني لا عكس، إن عكست فالعكس إيه صحيح، إذا لم المطابقة لا تستلزمهما وهما يستلزمانها. خلافا للفخر رحمه الله حيث قال بأن دلالة المطابقة تستلزم دلالة الالتزام،
وعلله بأن كل ماهية لها لازم أقله كونها غير ما عداها. بس كلام الفخر الرازي أنه كل الكل ماهية يعني كل حقيقة لها لازم أقله كونه غير ما عداها أقل حاجة. ورد بأن هذا ليس لازما بينا بالمعنى الأخص، اللازم الذي يعتني به المناطق اللي هو اللازم البين بالمعنى الأخص، أما كونها تدل على كونها غير ما عداها فهذا اسم اللازم بالمعنى ليه؟ بالمعنى الأعم. وهم لا يشترطونه، إنما الدلالة الالتزامية اللي فيها اللازم بالمعنى ليه؟ بالمعنى الأخص. ورد بأن هذا ليس لازما بينا بالمعنى الأخص الذي هو شرط في دلالة الالتزام. والذي يشترطونه في دلالة الالتزام أن يكون اللازم بينا بالمعنى الأخص، أما ما ذكره الإمام الرازي فهو عام، أي ما هي تستلزم أنها كونها غير ما عدا. لكن هل هذا هو المشترط في الدلالة الالتزامية؟ المشترط فيها اللازم البين بالمعنى الايه؟ بالمعنى الأخص. بل هو لازم بين بالمعنى الأعم. ونوقش هذا الرد بأن الفخر رحمه الله ككثير من المتأخرين لا يقول باشتراط اللازم البين بالمعنى الأخص، بل يكتفي باللازم البين بالمعنى الأعم. يعني الإمام فخر الرازي رضي الله عنه لا يقول بهذا، بل يكتفي يعني في الدلالة الالتزامية لا يشترط فيها أن يكون اللازم مبينا بالمعنى الأخص، ولكن يكتفي فيها باللازم البين بالمعنى الأعم. يبقى معنى كده على كلام الفخر الرازي، يبقى الدلالة المطابقية دي تستلزم الدلالة الالتزامية لازم، إنما عند الجمهور لا، لأنه قد يكون اللفظ له معنى مطابقي ولكن ليس له لازم، خلاص كده؟ نعم. وقد يكون يدل على ما هو فرد وليس فيه تركيب. نعم. وبهذا يعلم ما في كلام بعضهم هنا، واعلم أن قيد الحيثية معتبر هنا وكذا في كل من دلالة التضمن والالتزام، كما صرح به بعضهم حيث قال في دلالة المطابقة من حيث إنه معناه، وفي دلالة التضمن من حيث إنه جزء معناه. ودلالة المطابقة من حيث إنه مساوي للمعهود معناه، أما في دلالة التضمن ليس هو المعنى كاملا بل هو المعنى ناقص جزء المعنى. وفي دلالة الالتزام من حيث إنه لازم معناه، والغرض من ذلك الفرار من انتقاد كل من الدلالات الثلاث بالأخريين، فيما إذا فرضنا أن لفظ الشمس مثلا، يعني مثلا الغرض من هذا التفصيل ألا ننقض كل من الدلالات الثلاث، ننقض واحدة بالاثنين، يعني كل واحدة منهم تنتقض بالأخريين. هذا هو الذي يريد يثبت كل دلالة، دي مطابقية وهذه تضمنية وهذه التزامية، ولو لم نفعل هذا لنقضنا كل من الدلالات الثلاث بالأخرين، يعني كل واحدة ننقضها بالاثنين اللي بعدها. فنقول طب ليه تقولوا مطابقية؟ ما هي المطابقية أيضا التزامية، ونجي في الالتزامية نقول أيضا مطابقية، وفي التضمنية أيضا لها التزام، يبقى هننقض كل واحدة بالأخرى. فيما إذا فرضنا أن لفظ الشمس مثلا مشترك بين الجرم وحده والضوء وحده، يعني ده افتراض أن لفظ الشمس ده مشترك زي عين، يعني الجرم جسمه نقول عليه شمس، والضوء بتاعها الأشعة نقول عليه شمس، يبقى يدل على الجرم وحده وعلى ليه؟ الضوء وحده. فيما إذا فرضنا أن لفظ الشمس مثلا مشترك بين الجرم وحده والضوء وحده والمجموع، لأن يعني لفظ الشمس ده له ثلاث معاني، جرمها هو اسمه ايه؟ شمس. نعم. الضوء اسمه شمس، والمجموع اسمه ايه؟ شمس برضه.
لأنه إذا نظر إلى وضعه للمجموع تكون دلالته على كل من الجرم وحده والضوء وحده دلالة تضمن. يعني إذا اعتبرنا الآن قلنا لفظ مثال هيوضح لنا المراد. إذا نظرنا إنه لفظ الشمس افتراض هو لفظ مشترك، يعني يصح أن يطلق على الجرم وحده وعلى الضوء وحده وعلى مجموعهما. فإذا نظرنا إلى وضعه للمجموع تكون دلالته على كل من الجرم وحده والضوء وحده دلالة تضمن. واضح؟ نعم. ماذا بتحدد لي؟ ما هو ده جزء المعنى مش كل المعنى، وكل المعنى هو إيه؟ مجموع. مجموع. مع أنه يصدق عليها تعريف دلالة المطابقة. نعم. صحيح ولا لا؟ نعم. إن المطابقة هي معناها هي تمام المعنى. لأن اللفظ قد دل على ما وافقه بالنظر إلى وضع بالنظر لوضعه لكل منهما على حدته، وإذا نظر لوضعه للجرم وحده تكون دلالته على الضوء وحده دلالة التزام، مع أنه يصدق عليها تعريف دلالة المطابقة. ليه؟ إحنا قلنا ممكن يطلق على الضوء وحده وعلى الجرم وحده وعلى إيه؟ وعلى مجموعهما. وإذا نظر لوضعه للجرم وحده تكون دلالته على الضوء وحده دلالة التزام، مع أنه يصدق عليها تعريف دلالة المطابقة، لأن اللفظ قد دل على ما وافقه. يعني أنا أريحك من هذا العناء، أن اللفظ وحده نفس اللفظ باعتبار تكون دلالته مطابقية، وباعتبار آخر تكون تضمنية، وباعتبار ثالث تكون التزامية. فالمسألة مسألة إيه؟ اعتبارية. اللفظ الواحد يصلح أن يكون للأنواع الثلاثة، ولكن باعتبارات مختلفة. مش معناها إذا كانت مطابقية يبقى معناها نفينا الإيه؟ يبقى باعتبار آخر. وإذا نظر لوضعه للجرم وحده تكون دلالته على الضوء وحده دلالة التزام، مع أنه يصدق عليها تعريف دلالة المطابقة. يصدق عليها تعريف مطابقة بحيث أن اللفظ يصلح للثلاثة مش كده؟ نعم. للضوء وحده وللجرم وحده ولهما معا، لأن اللفظ قد دل على ما وافقه بالنظر لوضعه للضوء وحده، أنه في وضع أحد الأوضاع الثلاثة هو أنه لفظ الشمس موضوع للضوء وحده، مش ده وضع؟ ووضع آخر فقد تتزاحم الأوضاع، فبحسب هذا الوضع مطابقة، بحسب الوضع الثاني تضمن، بحسب الوضع الثالث التزام. فبقيد الحيثية المذكورة يخرج ما ذكر. الحيثية يعني الاعتبار، من حيث كذا، كلمة من حيث، الحيث يعني ليه؟ الاعتبار. من حيث يعني الإنسان، من حيث كونه إنسانا كذا، ومن حيث كونه عاقلا كذا، ومن حيث إذن الحيثية يلي ليه؟ الاعتبار. فبقيد الحيثية المذكورة يخرج ما ذكر عن تعريف دلالة المطابقة، لأن دلالة لفظ الشمس على ما ذكر ليست من حيث إنه معناه. شوف كده، بحيث قيد الحيثية المذكورة يخرج ما ذكر عن تعريف دلالة المطابقة. إذا عرفنا تعريفه فكيف نخرج هذا من إيه؟ باعتبار قيد الإيه؟ الحيثية. لأن دلالة لفظ الشمس على ما ذكر ليست من حيث إنه معناه، بل من حيث إنه جزء معناه على الأول، ومن حيث إنه لازم معناه على الثاني. مولانا احنا دلالة التضمن. نعم؟ احنا دلالة التضمن ليس دلالة المطابقة. لسه احنا في المطابقة ما رحناش للتضمن، دلالة اللفظ على ما وافق يدعونا لسه ما وصلناش. انت معاك نفس النسخة اللي معاك. نعم. ولسه المطابقة ما خلصتش. عيني طيب يوم. انا فكرت ما في خطأ لا ما فيش خطأ. ولأنه إذا ده اسمه لازم ده بين بالمعنى الأعم للتأكيد. ولأنه إذا نظر يلزم من كونك إنسانا أن تخطئ، بس ده بالمعنى الأعم مش بالمعنى الأخص.
كل ابن آدم خطأ، فيلزم من كونك من بني آدم أن تكون إيه؟ خطأ، مش خاطئ فخطأ. ولأنه إذا نظر لوضعه للجن وحده تكون دلالته عليه دلالة مطابقة، مع أنه يصدق عليه تعريف دلالة التضمن بس باعتبار آخر. خلاص كده؟ باعتبار آخر. لأن اللفظ قد دل على جزء معناه بالنظر لوضعه للمجموع، وتكون دلالته على الضوء وحده دلالة التزام، مع أنه يصدق عليها تعريف دلالة التضمن. زي لفظ البيت تصدق عليها أنواع الدلالات، فمطابقية وتضمنية والتزامية، فدلالة البيت على تمام المعنى دي مطابقية، ودلالته على السقف أو الجدار تضمنية، ودلالته على الطريق الموصل إليه زي التزامية على الشارع. في بيت ملوش شارع ما هتروح تسكن منه، يلزم انه يكون في شارع مثلا في بيت، ولا هينزلوك بالطيارة ما فيش حاجه، لازم تخليك ساكن فوق احسن. ممكن يصلح للثلاثه، ولكن كل باعتبار من اهل من حيث قيد الحيثيه احنا قلنا عليه. وتكون دلالته على الضوء وحده دلاله التزام، مع انه يصدق عليها تعريف دلاله التضمن، لأن اللفظ قد دل على جزء معناه بالنظر لذلك، فبقيد الحيثية المذكورة يخرج ما ذكر عن تعريف دلالة التضمن، لأن دلالة لفظ الشمس على ما ذكر ليس من حيث إنه جزء معناه، بل من حيث إنه معناه على الأول، ومن حيث إنه لازم معناه على الثاني، ولأنه إذا نظر لوضعه للضوء وحده تكون دلالته عليه دلالة مطابقة، مع أنه يصدق عليها تعريف دلالة الالتزام، لأن اللفظ قد دل على لازم معناه، يعني على معنى آخر غير معناه الذي وضع له ولكنه لازم له. واضح؟ لأن اللفظ قد دل على لازم معناه بالنظر لوضعه للجرم وحده، وإذا نظر لوضعه للمجموع تكون دلالته على الضوء وحده دلالة التضمن، مع أنه يصدق عليها تعريف دلالة الالتزام، لأن اللفظ قد دل على لازم معناه بالنظر لذلك، فبقيد الحيثية المذكورة يخرج ما ذكر عن تعريف دلالة الالتزام، لأن دلالة لفظ الشمس على ما ذكر ليست من حيث إنه لازم معناه، بل من حيث إنه معناه على الأول، ومن حيث إنه جزء معناه على الثاني، فليتأمل. واضح الكلام ده، بس فقط افهم قيد الايه؟ قيد الحيثية. قوله يدعونها دلالة مطابقة، يدعونها يعني يسمونها، يعني سموها كده دلالة الايه؟ المطابقة. أي يسمونها بذلك، يعني مطابقة المعنى لللفظ أو لوضعه. شوف كده، لللفظ أو لوضعه، ممكن كده تكون يعني دقيق أكثر، أو لأحد الأوضاع، يعني ممكن يتعدد الوضع، مش كده؟ أو لأحد الأوضاع التي وضعت له، فقد يوضع لأكثر من معنى مثل المشترك، وقد يوضع لمعنى حقيقي ومعنى مجازي، ولكن عند المجازي لا بد من ذكر القرينة. أي يسمونها بذلك لمطابقة المعنى للفظه أو لوضعه على ما تقدم، والإضافة في قوله دلالة مطابقة من إضافة المصاحب إلى المصاحب. قوله وجزئه تضمنا، أي ودلالة اللفظ على جزء ما وافقه يدعونها دلالة تضمن، يعني يسمون هنا دلالة تضمنية، يعني شيء في ضمن شيء. شوف كده، شيء في ضمن شيء، زي ما نفهم من الكل لفظ الجزء، ده الكل ده لفظ يدل بتمام معناه على ايه؟ الكل، على الكل، على كل ما، انما على الجزء يدل دلالة ايه؟ تضمنية. فمثلا لفظ الأربعة إذا دل على تمامها يبقى دلالة ايه؟ مطابقية، ولكن إذا دل على الواحد ربعها، أو على الاثنين نصفها، أو على الثلاثة ثلاثة أرباعها، يبقى هذه دلالة تضمنية. وكذلك لفظ الإنسان
إذا دل على الحيوان فقط يبقى إيه؟ إذا دل على الناطق فقط. طب وإذا دل على تمام المعنى يبقى إيه؟ مضاف وكيف. قوله وجزئه تضمنا أي ودلالة اللفظ على جزء ما وافقه يدعونها دلالة تضمن، فالضمير راجع لما وافقه. وقوله تضمنا على تقدير مضاف، والأصل دلالة تضمن. يعني هي كده وجزئه تضمنا يعني وجزئه دلالة تضمن، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه فانتصب انتصابه. شوك دلالة تضمن، شلنا كلمة دلالة تضمن كانت مجرورة خلاص شلنا المضاف، يبقى يصبح الايه المضاف إليه منصوب، وحذف المضاف يعمل ايه؟ يجعل المضاف إليه يقوم مقامه وينتصب انتصابه. وقوله تضمنا على تقدير مضاف، والأصل دلالة تضمن، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فانتصب انتصابه. وفي كلامه العطف على معمولين لعاملين مختلفين، لأن قوله وجزئه معطوف على قوله ما وافقه المعمول لعلى، وقوله تضمنا معطوف على قوله دلالة مطابقة المعمول ليدعون، وهو جائز عند الأخفش والكسائي ومن وافقهما. هو بيتكلم هنا على العطف يعني. وإن كان ممنوعا عند الجمهور، والإضافة في قولهم دلالة التضمن من يعني جائز يعطف شيء على شيء، إنه هنا في اختلاف العوامل، وهذا جائز عند يعني عند إيه قوم زي الأخفش والكسائي ومن وافقهما. وإن كان ممنوعا عند الجمهور لأنه لازم تتحد إيه اتحاد العامل، ما يختلفش العامل، فهنا عندك عاملين مش عامل واحد. والإضافة في قولهم دلالة التضمن من إضافة المسبب إلى السبب، وسميت بذلك لتضمن المعنى لجزئه، لأن القاعدة أن الكل يتضمن الجزء، وقد استشكل بعضهم ذلك لأن فهم المركب بفهم أجزائه، فكيف يتأتى الانتقال من المركب إلى جزئه؟ يعني هنا في المسألة دي الإشكال اللي فيها يعود إلى ثلاثة أقوال، الانتقال من فهم الكل إلى الإيه؟ إلى الجزء، في دلالة الإيه؟ يعني اختلف في هذه الدلالة اللي هي الدلالة التضمنية، هل الانتقال فيها يكون من الكل إلى الجزء أو ليس فيها انتقال؟ فيها ثلاثة أقوال، الانتقال من فهم الكل إلى الجزء، القول الثاني لا انتقال فيها أصلا، وليس للجزء فهم يخصه، وإنما هناك فهم واحد، إن قيس إلى المجموع كان مطابقة، وإن قيس إلى أحد الأجزاء كان تضمنا، فالدلالة على الكل لا تغاير الدلالة على الجزء، يعني هو في نفس الوقت بس بالقياس، إن قيس إلى الكل كانت مطابقة، وإن قيس إلى الجزء فيفهم بنفس فهم الأول، يعني ليس فيها إيه؟ انتقال من فهم إلى فهم آخر، إنما هو فهم واحد بس باعتبار القياس يختلف. القول الثالث إنه فهم الجزء سابق على الإيه؟ على الكل، لأن تقدم الجزء على الكل تقدم إيه؟ بالطبع مش كده؟ تقدم الجزء على الكل، عكس هذا القول الثالث وعكس القول الإيه؟ عكس القول الأول. وقد استشكل بعضهم ذلك بأن فهم المركب بفهم أجزائه، فكيف يتأتى الانتقال من المركب إلى جزئه؟ هنا قال لك كيف ينتقل؟ قال لك لا هو ما فيش انتقال، هو فهم واحد ولكن باعتبار قياسه إلى المجموع أو إلى الجزء. وصوره الشيخ الملوي بما إذا رأيت شبحا من بعد وشككت فيه هل هو حيوان أو لا، فقيل لك هو إنسان، ففهمت أنه حيوان ولم تلتفت إلى كونه ناطقا. بحسب الالتفات، التفت إلى جزء المعنى أو إلى إيه؟ إلى تمام المعنى. ففهمت أنه حيوان
ولم تلتفت إلى كونه ناطقا، وإن كان يقع في الذهن أولا المعنى بتمامه. قال: فهذا مثال يظهر فيه الانتقال من معنى اللفظ إلى جزئه، إذ لا مانع من أن يفهم المعنى إجمالا ثم ينتقل الذهن إلى جزئه. البداء في انتقال هنا، انتقل من المعنى الكامل إلى جزء المعنى. والقول الثاني ما فيش الايه انتقال. والقول الثالث عكس القول الايه القول الاول. وبحث فيه من وجهين: الاول انه يستلزم تقدم الكل على الجزء ذهنا. يعني دي الايه النقطه هنا، طبعا مين المقدم؟ الجزء المقدم على الكل، لان الكل عباره عن ايه؟ عن جزء زائد جزء، يعني عن مجموع الأجزاء. وبحث فيه من وجهين: الأول أنه يستلزم تقدم الكل على الجزء ذهنا، مع اتفاقهم على تقدم الجزء على الكل في الوجودين، أعني الوجود الذهنية والوجود الخارجي. يعني هو الجزء مقدم على الكل في الذهن وأيضا في الوجود الخارجي. والقول بهذا المعنى يستلزم العكس، تقدم الايه الكل على الجزء لا الجزء على الايه على الكل. والثاني انه يستلزم ان يفهم الجزء مرتين. يعني كده يستلزم انك تفهم مرتين، مره وحده ومره في ضمن الايه الكل. نعم. والثاني انه يستلزم ان يفهم الجزء مرتين، مره في ضمن الكل واخرى منفردا، والوجدان يكذبه. يعني انت تجد من نفسك ايه تكذيب لهذا، انك ما فهمتش مرتين، انت بتفهم ايه مره واحده او بيحدث انتقال. ولذلك قال بعضهم: الاحسن ما ذهب اليه بعض المحققين من ان دلاله التضمن فهم الجزء في ضمن الكل. يعني فهم جزء في ضمن الكل او الكل في مجموع الاجزاء فهما واحدا لا انتقال فيه. ولا شك أنه إذا فهم المعنى فهمت أجزاؤه معه، فليس هناك إلا فهم واحد. هذا هو الأحسن، يعني هو فهم واحد فليس ويفهم هذا ضمن هذا بنفس الفهم الأول. فليس هناك إلا فهم واحد يسمى بالقياس إلى المعنى بتمامه دلالة مطابقة. هو فهم واحد، بس إن أضفته أو نسبته إلى تمام المعنى يسمى دلالة المطابقة، وإن أضفته إلى جزئه يسمى دلالة التضمن. فليس هناك إلا فهم واحد يسمى بالقياس إلى المعنى بتمامه دلالة مطابقة، وبالقياس إلى جزئه دلالة تضمن، وليس هناك انتقال من المعنى إلى جزئه بخلاف دلالة الالتزام، فإنه لا بد. فإذا ما فيش انتقال من الكل إلى الجزء أو العكس، ده الأحسن والأسلم والأريح، مش كده؟ نعم. لكن في دلالة الالتزام لا بد فيها من الانتقال. دلالة الإيه؟ الالتزام. نعم. بخلاف دلالة الالتزام، فإنه لا بد فيها من الانتقال من المعنى إلى لازمه ضرورة. هنا مش هينتقل من المعنى إلى جزئه، لا، من المعنى إلى لازمه ضرورة. فإنه لا بد فيها من الانتقال من المعنى إلى لازمه ضرورة، أن اللازم لا دخل له في الوضع أصلا. وأجيب عن الوجه الأول. يعني عشان اللازم ده، لأن الوضع نفسه، الوضع اللفظ هذا وضع ليدل على تمام المعنى، وايضا في نفس الوضع ليدل على ما إيه على اجزاء المعنى، فهنا ما فيش انتقال بخلاف دلاله الالتزام، فان المعنى اللي هو الالتزامي ليس موضوع اصلا، ليس اي موضوع، ولكنه إيه لازم. واجيب عن الوجه الاول، انه لو كان المعنى اللازم ده اللي هو خارج عن المعنى لو كان موضوعا لدخل في دلالة المطابقة أو في دلالة الالتزام أو في دلالة التضمن. نعم. وأجيب عن الوجه الأول بما قاله عبد الحكيم رحمه الله من أن اتفاقهم على تقدم الجزء في الوجود الذهني إنما هو من حيث فهم الجزء في ذاته،
وهو لا ينافي تقدم الكل عليه من حيث فهمه من اللفظ، فيكون فهم الجزء من اللفظ متأخرا عن يعني فهم الكل. الشيخ عبد الحكيم السيركوتي حل المشكلة به، بيقول انه هذا اللي هو تقدم، احنا قلنا انواع التقدم خمسة فاكرين، الجزء مقدم على ايه؟ على الكل. هذا باعتبار فهم الجزء في ذاته وليس باعتبار فهمه في ضمن الكل. فإذا اعتبرنا الجزء في ذاته يبقى هذا هو مقدم على الايه؟ على الكل. وهذا لا ينافي تقدم الكل عليه من حيث فهمه اللفظ، لأنه إذا فهمنا من حيث الفهم بنفهم الكل ثم نفهم جزءه في ضمن كله. أما إذا نظرنا إلى ذات الجزء يبقى هو مقدم على الكل، لأن الكل لا يكون كلا إلا باجتماع الأجزاء. يبقى في يعني حل لنا هذا الايه؟ الإشكال اللي هو قلنا يلزم فيه تقدم ليه؟ الكل على الجزء، واللازم الذهني والخارجي هو تقدم الجزء على الكل. فقال لك هذا صحيح بس بالنظر إلى الجزء في ذاته، أما هنا لا ننظر إليه إلا في إيه؟ في ضمن الكل، في ضمن أفراد الكل، فيكون الكل مقدما على الجزء أيضا باعتبار أنه يتضمن ذلك الجزء. صحيح؟ يلا. وأجيب عن الوجه الأول بما قاله عبد الحكيم رحمه الله من أن اتفاقهم على تقدم الجزء في الوجود الذهني إنما هو من حيث فهم الجزء في ذاته، وهو لا ينافي تقدم الكل عليه من حيث فهمه من اللفظ، فيكون فهم الجزء من اللفظ متأخرا عن فهم الكل منه، وإن كان الجزء في ذاته متقدما على الكل. واضح كده؟ يعني من ناحية فهم اللفظ منه يبقى الكل متقدم عليه، مش احنا هنفهم هذا منه؟ إذا كيف يفهم منه ويكون هو لا تأتي، إنما باعتبار الجزء في ذاته يكون متقدما على الإيه؟ على الكل. وعلى الوجه الثاني بمنع تكذيب الوجدان فهم الجزء مرتين كما قاله بعض المحققين. فليتأمل قوله وما لزم، أي ودلالة اللفظ على ما لزم الوضع. هنا أنواع الدلالة كام؟ دلالة اللفظية الوضعية، دلالة اللفظية، أنواع الدلالة الوضعية اللفظية ثلاثة، طابقية قلنا وتضمنية والتزامية التي أشار إليها بقوله وما لزم، فهو إيه؟ التزام الإم بعقل التزم، يعني دلالة اللفظ على معنى لازم للمعنى الذي وضع له ولكنه خارج عنه، خارج عنه يعني وضعا، أي من حيث أنه لازم له هي التزام، أي دلالة التزام بشرطه. ما هو الشرط؟ غير اللي قاله الرازي، الرازي لم يشترط اللازم البين بالمعنى الأخص، وإنما اشترط إيه؟ اللازم، يعني قال كل ما هي لازم لها أنها غير ما عداها، لكن هذا لازم بالمعنى ليه؟ بالمعنى الأخص. والذي يشترطونه في الدلالة الالتزامية أن يكون اللازم بينا بالمعنى الأخص، يعني بشرط أن يكون اللزوم ذهنيا كما أشار إليه بقوله إن بعقل، إذا أشار اللزوم ده ممكن يكون في الذهن ممكن يكون فين؟ في الخارج. فهو لا يعتبر اللزوم اللي هو في الخارج زي ايه؟ لزوم السواد لمين؟ للغراب. ده لازم فين؟ في الخارج، وليس بلازم فين؟ في الذهن. فاشترط انه يكون لازم ذهني. طب كيف عرفنا ان هذا المقصود هو اللازم الذهني؟ بقوله ان بعقل، كلمة بعقل تبين انه اراد اللزوم ليه؟ الذهن، يعني انه التزم بذهن. والمراد باللزوم الذهن ده ان يكون المعنى، خد بالك الضابطة، كلما فهم من اللفظ فهم ذهنا لازمه، يعني كلما فهمت المعنى من هذا اللفظ فهمت ذهنا لازمه، سواء لزمه في الذهن الخارج معا، احيانا يكون اللزوم في الخارج والذهن معا، ك
كلزوم الزوجية للأربعة والفردية للثلاثة، فإنه ده لازم ذهني ولازم إيه؟ ولازم خارجي. ويقال لهذا اللازم اللي هو لازم معا يعني في الذهن والخارج، يقال له اللازم الإيه؟ المطلق. ليه؟ لأنه لم يقيده بإيه؟ بشيء. فإذا لم يقيده يعني معناها لازم إيه؟ على إطلاقه، يعني في الذهن وفين؟ وفي الخارج، لعدم تقييده، سمي مطلق لعدم تقييده بالذهن أو بالإيه؟ الخارج. أو لزمه في الذهن فقط دون الخارج، يعني في لازم الذهن فقط دون الخارج، كلزوم الإيه؟ البصر المدلول عليه بلفظ الإيه؟ العمى، فإنه كلما تصور العمى في الذهن تصور معه عدم البصر، فلا معنى للعمى إلا عدم الإيه؟ البصر، ولا معنى لعدم البصر إلا الإيه؟ إلا العمى، ولكن في قيده عما من شأنه أن يتصف به، فلا نقول عن الحجر أنه أو السقف أعمى أو أنه إيه؟ بصير، عما من شأنه، يعني من خلقه الله تعالى سميعا بصيرا أو اتصف بصفة السمع والبصر. يبقى فالبصر لازم ذهني وهو مناف له خارجا. يبقى إذن لزوم العمل البصر ده لازم فين؟ في الذهن، وليس بلازم فين؟ بل مناف له في الخارج. وفي لازم في الخارج دون الايه؟ الذهن. فلا يسمى في المنطق دلالة التزام. في علم المنطق يقصدون بدلالة الالتزام أن يكون اللازم في الذهن، سواء لزم في الذهن والخارج معا أو لزم في الذهن فقط، المهم يكون لازم إيه؟ ذهني. وهذا ما يعتنون به ويسمونه إيه؟ اللازم البين بالمعنى الأخص، بخلاف ما لزم في الخارج فقط. ولأجل هذا لا يسمى في المنطق دلالة التزام اللي هو اللزوم الايه؟ الخارجي، ولكن يسمونه دلالة التزامية في علم أصول الفقه، في علم البيان وعلم البلاغة، إنما في المنطق ما يعترفوش إلا بالايه؟ إن بعقل التزم. واضح كده؟ ولذلك كثرت قلنا في أصول الفقه والبيان والبلاغة ياخذوا إيه؟ لوازم كثيرة، يعني لا يشترطون اللازم بتاع المناظر، وإنما عندهم اللزوم واسع، ولذلك كثرت الفوائد التي تستنبط من الكتاب والسنة وألفاظ الأئمة. ولو اشترط اللزوم بتاع المناطق اللي هو اللزوم الذهني بالمعنى الأخص لخرجت كثير من معاني المجازات والكنايات عن أن تكون دلالتها أو مدلولا إيه؟ التزاميا. فلا يشترطون في دلالة الالتزام أن يكون اللزوم ذهنيا، بل يطلقون اللزوم في أصول الفقه والبلاغة وغيرها بأي وجه أمكن. ولذلك كثرت الفوائد المستنبطة من الكتاب والسنة. مثلا يلزم مثلا من قوله تعالى في سورة الأحقاف ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرا ووضعته كرا وحمله وفصاله 30 شهرا. هنا ما فيش إيه لازم، إنما لو ضفنا معها الآية بتاعت والوالدات يرضعن أولاه كاملين، والوالدات يرضعن حولين كاملين، فإذا أضفت هذه الآية مع الآية دي في التزام هيكون إيه؟ يلزم منها إيه؟ أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. لكن هذا اللازم هل هو لازم في الذهن؟ هل هو بالمعنى الأخص؟ هل هو بالمعنى الأعم؟ لا، وإنما لزم عند ربطها بالآية الأخرى، لأنه هنا بيقول حمله وفصاله 30 شهرا، والآية الثانية بتقول إيه؟ وفصاله في عامين، مش كده؟ يعني مدة الفصال كان 2 سنين،
والآية بيقول الحمل والفصال مع بعض 30 شهر، طب السنتين 24 شهر، يبقى أقل مدة الحمل 6 أشهر لأنه حيبقى كام من 24. لكن كيف فهم هذا؟ بدلالة الالتزام عندما ربطنا بين الايه الايتين، لان هذا المدلول اللي احنا استخرجناه الان اللي هو ايه مدة الحمل اقلها 6 اشهر، هذا لازم على ضم الايتين وليس على ايه على واحدة فقط، يعني لازم نضم اللفظ الى هذا. ويصدق عليه دلالة اللفظ على معنى خارج عما وضع له اللفظ، يصدق عليه كده، وليست بدلالة التزام عند المنطقيين لاشتراطهم فيها كون اللزوم ذهنيا، بحيث لا يمكن أن يحصل الشيء في العقل يعني يفهم إلا ويحصل معه شيء آخر لازم لذلك الشيء من غير تدبر ولا تفكر، ويقال له اللازم البين، بخلاف اللازم غير البين. يعني في لازم بين وفي لازم غير بين، وفي لازم بالمعنى الأخص وفي لازم بالمعنى الأعم. الأقسام كام؟ 4 أقسام. لازم بين بالمعنى الإيه؟ الأخص، وبين بالمعنى الإيه؟ الأعم، ولازم غير بين. غير بين ده قسم واحد مش قسمين. الغير بين ده إيه؟ مثلا الحدوث للجرم، يعني يلزم من كونه جرم أن يكون إيه؟ حادثا، مش كده؟ فهذا لازم عقلا لكل جرم، لكنه ليس بدين، بمعنى انه احنا قلنا البين ده كلما فهم اللفظ فهم منه المعنى الايه الذي لا يلزمه، لكن ممكن نفهم مسمى الجرم ويغيب الفكر عن حدوثه او عدم حدوثه، فلا يحكم على انه حادث او غير حادث الا بعد نظر وتامل، لذلك لا يسمى لازم بين، انما هو لازم غير بين. لكن إذا فهمنا الجرم وفهمنا معنى الحدوث وربطنا بينهما يظهر هذا الايه هذا اللازم، بس بعد ايه بعد نظر صحيح، وربما وقع فيه الغلط فقد غلطت بعض الأفكار مثلا فحكمت بقدم بعض الايه الأجرام. يبقى إذن هذا اللي يحدث الغلط فيه ليس بينا، إنما البين الواضح الظاهر لا يحدث فيه ايه لا يحدث فيه خطأ. الجزء المناطق يشترطون اللزوم الايه الذهني، سواء كان لازم في الخارج او لم يكن، المهم يكون لزوم فين في الذهن، بخلاف البلاغيين والاصوليين يوسعوا الايه الالتزام حتى تكثر الايه الفوائد. كثير من الناس مثلا يفهم آية ويلزم من هذا الفهم معنى، ولكن يزول هذا الفهم مثلا اللي هو فيه خطأ إذا ضم إليها آية أخرى، كما حدث إيه هنا مثلا في الآيتين اللي ذكرناهم. كيف فهمنا هذا؟ من إيه دلالة الآية الأخرى مع هذه الإيه مع هذه الآية. ولذلك يجب على القارئ في القرآن أنه يقيس أو يجمع الآيات اللي المتناظرة أو المتشابهة في سياق واحد حتى يفهم إيه من مجموع الآيات، لا يأخذ مثلا من آية ويترك آية أخرى. أفتؤمنون ببعض الكتاب؟ يعني مثلا بعض الجماعة المشبهة والمجسمة يروح إيه أول ما يقرأ أأمنتم من في السماء، يجيله لازم ذهني أن الله تعالى في السماء، مع أنه لو جاب آية ثانية معاها حيزول هذا الإيه اللازم، وهو الله في السماوات وفي الأرض. يبقى اللازم ده جاله منين؟ من أنه نظر في إيه في آية ولم يضم معها الآية اللي في الموضوع نفسه. واضح؟ والله قوله وما لزم، أي ودلالة اللفظ على ما لزم فهو دلالة التزام، فهو معطوف على ما قبله والفاء زائدة، وهذا أولى مما أشار له الشيخ الملوي من أن الفاء واقعة في جواب أما المحذوفة والتقدير وأما ما لزم، يعني عشان الفاء دي بتقع في جواب كده، لكن لما يقول زائدة حيتخلص من المشكلة، وإلا لو قلت إنها غير زائدة فلازم تقدر أنها واقعة في جواب أما الإيه المحذوف، وأما ما لزم فهو كده. والتقدير وأما ما لزم على أن المعنى وأما دلالة اللفظ على ما لزم،
اصل هو لو قال وما لازم من غير فاء مش هيستقيم ليه الوزن، وما لازم هو التزام فهو، عشان فالفاء زائده يعني هو الاصل كده من غير النظم يعني، وما لازم ها هو التزام، فالافضل ان نقول ايه الفاء زائده، لانه لو قدرنا اما هيبقى الاسلوب ايه فيه ركاكه وفيه ضعف، لانه يصير الكلام عليه مستانفا غير متعلق بما قبله، يعني كانه كلام جديد استئنافه لكنه متعلق بما قبله، فلاجل هذا لا يصلح تقدير اما ان الفاء دي واقع في جوابه، فالافضل ان نقول زائده لضروره الايه النظم. لانه يصير الكلام عليه مستانفا غير متعلق بما قبله فيفوت حسن سبق التقسيم، لانه ده الكلام ده كله بيقسم ثلاث اقسام، يعني هذا قسم من ثلاثه، انما لو قال واما يبقى معناها كلام ايه مستانف جديد، وهو ليس بجديد بل متعلق بما قبله، فالاولى عدم تقدير ايه اما، وان نقول ان الفاء زائده. وما واقعه على شيء لا على لازم، والا لضاع قوله لازم. يعني هنا يقول لك فين ما، وما واقع على شيء وما لازم، وش ده يعني وشيء لازم، ما ينفعش تعود على ايه لازم ولازم على لازم، هيبقى الكلام الجاي ده ملوش لازمه، يبقى لا موقع له، لا فائده له. والإضافة في قولهم دلالة الالتزام من إضافة المسبب للسبب، وذكر الضمير في قوله فهو التزام رعاية للخبر. قوله إن بعقل التزم أشار بهذا إلى أنه يشترط في دلالة الالتزام أن يكون ذلك اللازم لازما ذهنيا، اللي هو اشتراط المين المناطقة. نعم. أما غيره موسع، ما اشترطش ليه اللزوم الذهني، والا لضاعت ايه فوائد كثيره مستنبطه وكنايات ومجازات من القران، وفوائد نكات علميه جميله جدا لا يمكن ان تكون لازمه الا ايه بانضمام الايات او الاحاديث لبعضها. نعم. وهو المسمى باللازم البين بالمعنى الاخص، بس لازم يكون ايه التلازم ده صحيح، لازم يكون عندك نظر سليم والا تقع في المغالطه. فمثلا كان الخوارج مثلا يحكمون بكفر مرتكب الكبيرة، وكانوا يجعلون هذا الكفر مساويا اللي هو مرتكب الكبائر لعبادة الأصنام، شوف كده. فماذا كانوا يفعلون؟ يعني مثلا الله تعالى يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، صحيح في القرآن، فيجعلون الحكم بغير ما أنزل الله مساوي لعبادة غير الله. كيف يجعلون ذلك؟ يقرؤون هذه الآية ويضمون معها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ثم يضمون معها والذين كفروا بربهم يعدلون. فيلزم من هذا أن يكون الحكم وكذا أولئك هم الكافرون، والذين كفروا الكافرون دول بربهم يعدلون. لكن الخطأ نشأ منين؟ من أن الكفر هنا ليس مرادا به الكفر اللي هو بمعنى الشرك عبادة غير الله، لأنه ابن عباس قال كذا كفر دون كفر وفسوق دون فسوق، هذا الكفر ليس مخرجا من الملة، الكفر المخرج من الملة اللي هو مساواة غير الله تعالى بالله، والذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يعدلون به الشركاء والأنداد، فيجعلونهم متساويين في منزلة واحدة. فهل يصح ضم هذه الآية اللي في المائدة إلى الآية اللي في أول الأنعام؟ لأنه لو ضمناها حيطلع معنى شنيع وخطير، وهو تكفير من حكم حتى الآيات نفسها. طب لماذا يعني ضممت هذه الآية مع الأنعام، مع أنه بعدها آية ثانية فأولئك هم الظالمون، وبعدها فأولئك هم الفاسقون؟ لكن لمجرد هواه أو ليستقيم له الأحكام التي أنشأها من وهمه ضم بمزاجه، يسيب آية واخذ
يعني الآية اللي تعجبه تمشي معاه في تساعده على الوصول إلى غرضه يجيبه، والثاني يسيبه. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون به ببعض. قوله إن بعقل التزم أشار بهذا إلى أنه يشترط في دلالة الالتزام أن يكون ذلك اللازم لازما ذهنيا، وهو المسمى باللازم البين بالمعنى الأخص في اصطلاح بعض المناطق، وضابطه أن يلزم من تصور الملزوم تصور لازمه سواء ما يعني ضابط ذلك اللي هو اللازم بتاع المناطق، أنه يلزم من تصور الملزوم تصور لازمه سواء كان في الذهن فقط أو كان فيهما معنى، يعني في الذهن والخارج. واللي هو لازم في الذهن والخارج كالزوجية للأربعة والفردية للثلاثة، هذا لازم ذهني وخارجي معا، لأن الأربعة في الخارج لا تكون إلا هكذا زوجا، وكذلك في الذهن لا تفهم إلا هكذا. كالزوجية بالنسبة للأربعة، بالنسبة للأربعة المتصورة بمفهومها المخصوص، وهو عدد ذو زوج ذو زوجين يعني أو في الذهن فقط، اثنين واثنين زوجين. أو في الذهن فقط كالبصر بالنسبة للعمى، فإنه يلزم من تصور العمى تصور البصر، فهو لازم في الذهن وليس لازما في الخارج بل منافي. وخرج بهذا الشرط اللازم غير البين، وضابطه وخرج بهذا الشرط اللازم، يعني خرج اللازم غير البين بهذا الشرط. وخرج بهذا الشرط اللازم غير البين، وضابطه ألا يلزم من فهم الملزوم واللازم الجزم باللزوم بينهما، بل يتوقف على الدليل. ده برضو فائدة مهمة دي. اللازم غير البين ده ضابطه انه لا يلزم من فهم الملزوم واللازم الجزم باللزوم بينهما، انما متى يأتي الجزم باللزوم بينهما؟ بعد الدليل. اما اللازم البين ده مش متوقف على دليل ولا على نظر، مجرد ما تفهم المعنى او تتصوره تتصور لازمه. اما اللازم غير البين ده محتاج إلى دليل، لكنه بعد اتضاح الدليل يصير لازما بينا، يعتبر إيه؟ إذا بعد الدليل واستقر خلاص يعتبر من اللازم البين، لكنه محتاج إلى إيه؟ إلى دليل. كالحدوث اللازم للعالم، وكذلك اللازم البين بالمعنى العام، يعني يلزم من أنه عالم أنه إيه؟ حادث، لكن هذا اللازم ده ليس بينا، ليه؟ لأنه محتاج إلى إيه؟ إلى دليل، إلى نظر. لازم ننظر نشوف كده تغير العالم، وننظر إلى معنى الحدوث، ثم نفهم معنى العالم، فإذا فهمنا ذلك وربطناه بفهم معنى الحدوث يلزم الحدوث لإيه؟ للعالم، يبقى هذا متوقف على إيه؟ على فهم أو على دليل، وقد تحدث فيه المغالطات والإيه؟ والشبه، لأنه غير بين. يعني معناها اشتبه على البعض فلم يستبل لهم او فلم يتضح لهم، يعني بعض الناس مثلا ما يجعلون الحدوث لازم للعالم بل يجعلون القدم لازم العكس، ومثلا يقول لك لماذا يكون العالم حادثا اذا كان الله تعالى خالقا، فايه اللي منعه من كونه يخلق في الازل وهو خالق؟ يلزم من وجود الخالق وجود المخلوق، ما دامت في خالق وجا في مخلوق، يبقى إذن إيه الذي يلزم للعالم هو الإيه؟ هو القدم وليس هو الإيه؟ وليس هو الحدوث، يبقى هذا نشأ من الإيه؟ من المغالطة ومن الشبه التي إيه؟ لأنه لا يعلمون إنه الحق سبحانه وتعالى معنى كونه خالقا وليس هناك مخلوق معنى إيه؟ التعلق الصلوحي القديم. أما وجود الخلق فهو التعلق الإيه؟ التنجيزي الحادث للقدرة، هم لا يفهمون هذا، فيجعلون في خالق في مخلوق، في إله في مألوف، في رب في مربوب، شأنهم شأن مين؟ شأن الفلاسفة. وكذلك اللازم البين بالمعنى العام، وضابطه أن يلزم من فهم الملزوم واللازم الجزم باللزوم،
الجزم باللزوم بينهما، سواء كان يلزم من تصور الملزوم تصور اللازم كالزوجية بالنسبة الأربعة أو لم يلزم كمغايرة الإنسان للفرس مثلا، فإنه لا يلزم من تصور الإنسان تصور المغايرة المذكورة، لكن إذا فهم الإنسان يعني إذا أنت تصورت معنى الإنسان مش هتتصور أنه مغاير للفرس، ما هو إذا تصورت مغايرته فأنت مغايرته مثلا للذئب، مغايرته مثلا للفيل، ده مش هتخلص، لكن إذا تصورت معنى الإنسان وتصورت معنى الفرس هنا يحدث إيه؟ الجزم بلزوم المغايرة بينهما، عند تصور هذا مع إيه؟ مع هذا، إنما إذا تصورت الإنسان وحده لا تتصور إيه؟ مغايرته للفرس، إلا إذا إيه؟ ذكر الفرس وعرفت إيه؟ يبقى هنا يلزم. نعم. أو لم يلزم كمغايرة الإنسان للفرس مثلا، فإنه لا يلزم من تصور الإنسان تصور المغايرة المذكورة، لكن إذا فهم الإنسان وفهمت المغايرة المذكورة جزم باللزوم بينهما، فتحصل أن اللازم ينقسم إلى بين وغير بين، والأول ينقسم إلى لازم بين بالمعنى الأخص وإلى لازم بين بالمعنى الأعم. كم قسم دول في اللزوم؟ ثلاث. ثلاث. لازم بين بالمعنى الأخص، ولازم بين، ولازم غير بين. ما هو غير بين مش هنقوله الأخص والأعم، هو غير بين. نعم. ووجه تسميتهما بذلك أن الأول فرد من الثاني فهو أخص منه، وهذه إحدى طريقتين في التقسيم. ثانيتهما وهي غير منافية للأولى أن اللازم ينقسم إلى لازم في الذهن والخارج معا كالشجاعة للأسد، وإلى لازم في الذهن فقط كالبصر للعمى، وإلى لازم في الخارج فقط كالسواد للغراب. وما تقدم من اشتراط اللازم البين بالمعنى الأخص هو الراجح. هو الراجح عندهم، ولكن إيه طريقة أخرى تقول فخر الرازي وكثير من الأخرين أنه يكفي اللازم البين بالمعنى إيه؟ المهم هذا لازم وهذا لازم، لكن المعول عليه والأكثر والمشهور أنه لازم بالمعنى إيه؟ والمعنى الأخص. نعم. لا كده خلاص يعني مباحث الايه الالفاظ خلاص عشان ايه الوقت يتاخر عليكم. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم على لمعه كلماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم زدنا علما، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم باعد بيننا وبين معصيتك كما باعدت بين المشرق والمغرب يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم استجب بفضلك دعاءنا واقض حاجاتنا يا كريم، وبلغنا مما يرضيك امالنا، واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله. Altyazı M.K.